السلام عليكم. معنا اليوم في هذه الجوله هذه اللي غادي نبداو هذه الجوله اليوم غادي نبداوها من حي الزيتون شارع منطقه كراوه. الشارع هذا اللي معروف وعنده واحد حموله تاريخيه حتى هو، حيت بزاف الناس طلبوا لنا زياره لهذا الشارع هذا ولا منطقه الزيتون. وعدنا الاخوان باش غادي نديروا جوله شامله مستفيضه لهذا الشارع هذا والمنطقه ديال الزيتون. هذه تقريبا الرابعه بعد الزوال. هذا دابا حدا ثانويه بن الرومي وانتجوا في الاتجاه ديال اذن. دابا تنتواجدوا على مستوى ديال ديال حي الزيتون، تنتجهوا في الاتجاه ديال المعركه. حي المعركه ومن لا يعرفوه، حي كيعرف تواجد كثير ديال الطلبه. كنتمنوا لهم مسيره دراسيه او جامعيه موفقه نظرا لتواجد كليه العلوم وايضا كليه الادب والعلوم الانسانيه جامعة مولاي اسماعيل. هنايا غاديين ندوزو حدا واحد المدرسة ابتدائية معروفة هنايا. صراحة الفكرة ديال هاد الحواجز هادو فكرة جيدة، لأن تيكون الخروج ديال التلاميذ في أوقات الدروة وتلقاو راسهم مباشرة مع الطريق. هذه المدرسة ديال عبد الله الشفشاوني، عبد الله الشفشاوني بالزيتون. حنا دابا حنا في المعركة، منطقة غنية عن التعريف، هي نسبيا خاوية نظرا لأن الموسم الجامعي انتهى. هنا كاين تجمع كبير ديال المكتبات. حنا دابا تنتوجهو للمخرج ديال حي المعركة، وعلى يدينا الشمال كاينة الحريسة الجهوية ديال الخيول. حنا غندوزو قدامها باش تبان لكم. هنايا فين كاينين الحريسة الجهوية بمكناس خاصة بالخيول. دابا نكملو الطريق ديالنا في اتجاه باب القصدير اللي تم ترميم ديالها مؤخرا وعطات واحد الجمالية. نتمنى هاد الجمالية هادي تزاد باش يتزاد هنايا الإنارة العمومية، لأن بالمساء تيكون المكان مظلم كمجموعة الأحياء في مدينة مكناس. نتمنى ان المسؤولين انهم يهتموا بهذا الامر. هذا واحد الملاحظه هي رجاء لسائقي الحافلات ولا الشاحنات ولا الاحجام الكبرى، راه هذا الباب هادي عندها علو محدد، راه باش كدوزوا وما كتحترموش ديك العلامه اللي كاينه ديال الاحترام العلو، راكم تتقيسوا القوس ديال الباب الذي رمم مؤخرا، وبهذا كتضيعوا واحد المجهود اللي كبير تم انجازه في ظرف يعني في مده طويله والباب مسدوده. فرجاء المسؤولين انهم يعاودوا يرمموا داك الجزء اللي تم يعني التكسير ديالو التخريب ديالو بقصد او بغير قصد. ورجاء السائقي السيارات يعني الشاحنات الكبرى انهم يحترموا العلو، لانكم راكم تضيعوا واحد التراث اللي هو كبير جدا. فما لا يعقل ان نبقاو صابرين حنا كساكنة وفاعلين جمعويين مدة طويلة باش نشوفوا الباب جمالية وواحد الجمالية ديالها من بعد سنوات وهي مقفلة، وفي الاخر يجي واحد متهور ويخسر لنا هذا المجهود هذا كامل يعني بتفكير اناني انه باغي يختصر الطريق. فهذا رجاء، هذا رجاء للاخوة السائقين المهنيين ديال الحافلات او ديال الشاحنات.
نتمنى هذا النداء يوصل لهم.